أفرح بإذن الله تعالى على مقتل هذا والتخلص من هذا الحزب الشيطاني طبعا، لأن الله تعالى يقول حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الظلمة نفرح بموتهم ونسجد شكرا لله أن طهر الأرض منهم فإنهم قد أفسدوا البلاد. انظروا هذا المجرم كيف حول لبنان إلى خراب. انت عربي يا سي حسن، انت عربي، ولكن عن طريق التشيع أعطيت الولاء لمن لا إله إلا الله. تعقيب الشيخ عبد الله نهاري خطيب سابق بمساجد وجدة الذي خصص مقطع فيديو حول الموضوع، قال ضمنه: نعم نفرح بموتهم وشكرا لله الذي طهر الأرض منهم، فقد نكلوا بالمسلمين وهدموا مساجدهم واغتصبوا النساء بالمساجد وفعلوا بالأمة العجيب ولا يمكن أن يوصف ما فعلوا. نفرح إذن بهلاك الظالمين وهم كثر ولا نشمت فيهم. وقال الشيخ الفيزازي في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك موثقة بالعلامة الزرقاء: الهالك حسن نصر اللات عدو لديننا، فهو على ملة الخامنئي المقبور الذي كفره علماء المغرب، فهو عدو للإسلام وعدو للمغرب، وإذن لا يجوز الترحم عليه ولا تقديم تعازي فيه أو في حزبه حسب تعبيره.